نحن اليوم مجتمعين هون للاحتفال بهذا بهي المبادرة الحلوة وهي المبادرة المهمة بالنسبة للمجتمع شمال شرق سوريا بشكل عام ومجتمع القامشلي خلينا نختصر ولنسائها، وهي المبادرة رح تفتح عيون كثير ناس لازم يعرفوا انه المرأة مهمة والمرأة هي أساس التقدم والتطور، ومن هنا هي المبادرة الحلوة رح تكون يعني مثل بذرة التطور، بذرة الانفتاح لبناتي ونسائنا. قمنا بهذه المبادرة بالمشاركة مع جمعية شاوشكا لتوعية لسرطان الثدي، وأيضا قمنا بماراثون لسباق الدراجات وذلك لدعم المرأة وتشجيعها من قيادة الدراجات ومساعدتها، فهناك الكثير من النساء ممن يرغبن في قيادة الدراجات إلى العمل. طبعا الدراجة يعني تساعد أيضا المرأة وهي قليلة التكاليف للوصول إلى العمل بشكل أفضل. عملنا حملة نحن بالتعاون مع مركز أريدو، اسم الحملة لأنك زهرة العمر. هاي الحملة عملناها بشهر 10 لأنه هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. عملنا أول بداية الحملة راح تكون ماراثون، هذا الماراثون راح يكون مثل توعية للمرأة إنه روحي افحصي قبل ما يصير معك سرطان الثدي، باعتبار هلا صار عندنا من سنة صار في مركز أو مشفى للكشف المبكر لسرطان الثدي، فيها أطباء وفيها أجهزة كمان للكشف. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني إنه نحن عم نقول للمرأة إنه إذا ساقت بسكليت هذا الشيء مو عيب، لازم تسوق البسكليت بهذا الوضع بهذا الغلاء، وكمان ما عم يأثر على البيئة البسكليت.